يكتب وقلبي جاي يخاف مني وجنة وضغطة ومع عنده يجيب لي سجاير كنت نروح على كشك شراب. ايه الاغاني الزبالة دي؟ فين ايام زمان الواحد كان يقعد يسمع اغاني بالاربع ايام الاغنية؟ بقول لك ايه، انا عايز حساب التوك توك، خليني امشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب ما عمك علي اهو. هات يا عم علي حساب التوك توك. عايز حساب التوك توك؟ اه. حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب وجاي لنا ليه مع عم علي اهو؟ يا جدعان حد يسمي نفسه محمد ويحاسبني. يا ابني المفروض انتوا اصلا ما تاخدوش حساب من الناس في التكاتك دي والله. ليه يعني؟ عشان اللي اخترع التوك توك ده كان بيوصل الناس ويجي يقولوا له خد فلوس، يقول لهم توك توك مش عايز. ما حصلش. ايه ده يا ابني؟ ما تاخدش فلوس يا ابني، انت توصل الناس بالمقايضه يعني. مقايضه؟ اه يعني انت تجيب رز نديك بيض كده يعني. تعال 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 تعال. انت بتشرب سجاير؟ اه بشرب سجاير. طب يا عم وانا ابوك. حاضر. تعال، عايز سجاير ايه؟ هات مالبور احمر. خد يا سيدي. اه هات. ايه ده؟ طب بص، ممكن تبدلها لي بيرت اصفر؟ عايز بيرت اصفر؟ حاضر يا سيدي خد. بس تمام شكرا. هات بقى فلوس الميرت الاصفر. ما انا بدلتها بالمالبور الاحمر. طب وفين فلوس المالبور الاحمر؟ هدفع حاجه ما خدتهاش. صدق صح، انت اديتني دي مكان. لا يبقى انا خد خد حقك يا عم، خدها دي اهي كمان علبه مالبور احمر. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب ميرت اصفر. ايوه صح صح، خد ميرت اصفر اهو. خد ولا تاخد مالبور؟ خد مالبور. لا هات ميرت. عايز ميرت؟ اه خد ميرت اهو. ماشي الحمد لله، قربنا نكبر اهو الحمد لله. طب خد دي الغلبانه دي، هتقعد حزينه كده عشان كليوباترا. خدها. لا انا عايز بوزو. عايز مين؟ عايز بوزو. بوز عمك علي؟ اديله بوزك يا علي، اديله بوزك يا علي. خد يا ابني اهو بوزو. انا عايز بوزو اللي بيتاكل. امال ده ايه؟ ده ما بيتاكلش. عايز بوزو ايه يا ابني؟ هو كده حلو قوي صح كده علي؟ كده جبرنا الحمد لله، احنا نقفل السوبر ماركت خلاص، خلصنا الحمد لله. ايوه يا علي بس انت مش فاهم حاجه. الف ب تجاره محدش يجب عليك. استنى اهو، خد المارلبورو الاحمر بتاعتك، مش عايزين منك حاجه. يلا بقى اتكل على الله، احنا كنا جايين ليه؟ ايوه فين البنت اللي كانت عامله حادثه هنا اللي هي ام هناء؟ ام شيرين. ام هناء، انا قصدي جايب نمره امها، لان امها كنت اعرفها سنه 1942، واخد بالك؟ فهي معايا ايه؟ نمرتها. يا نمرتها معايا انا هي. فين هي البنت؟ انت عايزين البنت اللي عملت حادثه هنا؟ اه طلعت عند فكيه فوق. عند فكيه؟ اه. طب تعالى نطلع بقى نوريها امها. تعالى انا مسجلها، هي ام البنت اللي عملت حادثه. يا رب ارزقنا بالبهايم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. لو سمحت تالتة مكيفة هنا ولا هنا؟ ده على اساس ايه؟ مش ده قطر اسيوط؟ اركب اركب، هو ده القطر. يلا بينا. طيب بس بسرعة والنبي يا بلدينا. ما تقلقش بسرعة عشان متأخر بس. حاضر. تيش تيش. الله المنيا حلوة قوي يا اسطى. ألف شكر يا بلدينا، السلام عليكم. خد يا عم أنت الحساب. لا أنا كسكرتي طلوع ونزول. لا حضرتك راكب إيه ده؟ حضرتك راكب في مكان سبيشال عربية السواق، يعني حضرتك المفروض يعني اتقدمت لك وجبة إفطار. لا ما فطرتش والله. حضرتك صحيت الساعة كام؟ أنا صاحي الظهر. الفطار من 7 ل 9 أنا آسف. لا أقنعتني، إيه ده؟ هيئة سكة اتطورت خالص. ألف شكر يا أمير. ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام. إيه ده؟ أنا في شارعنا. ده نصب عليا ولا إيه؟ أنا لازم أروح القسم. تاكس. أيوه القسم والنبي. الا وين بيبان التاكسي ده اصلا؟ لسه عامل حادثه والله دلوقتي حالا. طب بسرعه بس والنبي يا ابوي. حاضر يا باشا. الله المطافي حلوه قوي يا اسطى. الف شكر يا بلدينا. كام يابا؟ 5 جنيه بس. بس ده انت زبون، خد 10 جنيه. ربنا يخليك. استنى ايه؟ الجسم فين؟ اه بص في بحر، هتركب اي معديه هتلاقي الاسم في وشك على طول. الف شكر يا امير. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده؟ بحر ايه في الصحراء اللي احنا فيها دي؟
ده هيشتغلني ولا ايه؟ مفيش اي معديه هنا. معديه معديه. ايوه. بسرعه بس عشان الميه والنبي. طلع رجلك ابوك علي النهارده. حاضر. يلا بسرعه. يلا. ايه ده سواك انت ولا جني؟ انا عامل لك كل اللي نفسك فيه. الف شكر يا امير. سلام عليكم. سلام يا الله. سلام يا امير. يلا انت. سلام سلام. استنى هو اليوم الاخضر بيبان من اول لفه. يلا يا حبيبي. يلا 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 يلا. انا العب جم عشان امثل في المسرحيه دي. يلا حاسب الديكور. حاسب شنقصه بلاوي. على مهلك على مهلك يا حبيبي. ايه ده ايه ده؟ ده حرامي بوصله بنفسي. حرامي. عمر يابا انت بتضحك على ايه؟ يلا فرحان. فرحان ايه السمجه اللي انت فيها دي؟ ايه في ايه؟ ما انت اللي قلت ادبك. قلت ادبي انا لسه بقول لهم لو سمحت. ما هي دي قله ادب وبجاحه منه. يوم يسقف برجله على دماغي كده. والواد الغلبان ده انا عمال احوش عنه البواني. يده بواني وانا صد كده كده. يا عم تحوش ايه؟ تحوش ايه؟ انت كل ما تودي اليد يجي فيا انا. ما انت برضه عامل لي بتقرش برشام وواقف طول الخناقه يقرش في برشام يقرش في برشام وعامل لي بلطجه على الفاضي. يا عم انت اللي من ساعه ما قابلتني عمال تقول لي طيب طيب لحد ما اقتنعت ان انا طيب. ده انا نسيت العراك. عراك ايه يا ابني؟ احنا اتضربنا من خلايجه. معلش اهدى اهدى اهدى. ما تحطش اهدى ايه؟ احنا شفنا ضرب اقسم بالله ما يتشاف. معلش اصل انت جديد في المنطقه هنا. ده عمل دماغي طبله يا جدع. معلش. والله حرام أفهم. والله العظيم محدش يهمني. ايه يا عم بقى يا عم؟ ها ده بغزه بمطوه ده ولا اعمل ايه يا ابني؟ انت عبيط يا ابني. امال لما كان ونصب عليا وعمل سواق قطر وعمل بهدلني. اشتغل اخواتك شغالين في هيئه النجم. ايه يا عم انت مفيش حاجه؟ معلش ما تزعلش. شكلك مش غريب. ايه ده؟ الف سلامه يا باشا. ايه رحت بصيت على اليافطه؟ بصيت عليها بدماغي. اه اتاكدت بقى ان مفيش يافطه وان انت داخل الشارع عكس. لا انا ما امشيش عكس يا ابني. انا شغال في المرور ما امشيش عكس ابدا. لا اما يجي البوليس بقى يبقى يشوف مين الصح ومين الغلط. ما بلاش البوليس. ايه احنا ماشيين سليم ما بنخاف. ما بتخافش؟ اه ماشي يا حبيبي. ثانيه واحده. اه اتفضل يا اخويا. الو. ايوه يا باشا. باشا تمام حضرتك. يا لهوي يا نهار اسود. طب الحاره بقى يا رجاله. خدني معاك خدني معاك. هات 5 جنيه. امسك يلا. ماشي سعادتك. سعادتك. لا يا فندم ما تبعتش قوه. لا قوه ايه ده؟ انا هفا. لا يا فندم ما فيش. عملت حادثه بالعربيه دخلت في عربيه تانيه. اه لا 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 ما تبعتش حد. لا يا فندم انا هاجي دلوقتي. ماشي يا باشا. سلام 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 سلام. هو موبايله ارضي. سلام 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 يا باشا. انت كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم اللي هو حامد كشري مساعد وزير الداخليه لشؤون التكاتك العظمى متخلف. انت حفظتها ازاي دي؟ حفظتها في 3 سنين عشان كده بقيت مدير مكتبه. يا عم ما تهزرش معايا. ده اللي هو حمد كشري ده معروف. دقة زيادة ده. اقعد استظرف استظرف لحد ما يجي لك بالحلو دلوقتي. طب بقول لك ايه يا باشا؟ انا احل لك الموضوع ثانية واحدة. انت دخلت قلبي على فكرة. بقول لك ايه يا واد يا حسام؟ تعال. انت شايف العطلة اللي احنا فيها؟ أوه. الشارع كده هيفضل واقف ومش هيمشي. صح. فانت روح انده البوليس وبالمرة هات معاك سمكان. انت بتتكلم في الصح. انا اروح اتعالج اصلا. روح يا اخويا روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ في حد شايفنا؟ مش عارف نتأكد. بص ايه؟ ايه ده بس؟ انا عندي حل عبقري. ايه؟ بص يا سيدي انا هعمل ايه بقى؟ يا محمود اعوذ بالله على محمود وسنينه. عايز ايه؟ مين اللي انت طلعتهم لي دول؟ انا حبستهم في الحمام.
من ساعه ما طلعوا مبرقل كده. ما هم لازم يبرقوا، مش شايفين بوب مارلي واقف قدامهم. يا محمود عايز ايه؟ مش هتصلح شباك الحمامه يا محمود. ليه الجيران بتبص عليا وانا بستحمى يا محمود؟ سيبيهم هما يومين هيصلحوه غصب عن عينيهم. يا محمود ايه؟ مش هتيجي؟ مش هروح. اعوذ بالله. ايه يا عم ما تشوف الجراده اللي انت مربيها دي عشان تعرفوا بس انا تعبان قد ايه. متاكد ان يعني في حد شايفنا؟ نتاكد. طب بص اهدى بس. في ايه؟ بص يا سيد انا عندي حل عبقري مش هيخطر على بال حد. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب العظيم. الميه لسه ما جاتش لحد دلوقتي وانا عايز احلق دهني وعايز استحمى وليله سودا بقى. ايه رايك؟ في ايه يا عم شامبو؟ عايز ايه؟ عايز استحمى مش عايز. الميه لسه ما جاتش. بص بقى انا رايح للكومبانيه ابلغ. ماشي ماشي روح. تمام. ايه اظن هتقولي لي حماتك هتقول لك الميه ده مش كده ولا ايه؟ مراتك ايه يا عم شكشك؟ هو انت متجوز اصلا؟ مش متجوز؟ لا. واقول لك على حاجه، انت ما عندكش حمام تستحمى فيه اصلا. ولا عندي حمام استحمى فيه اصلا. طب وانا مزعل نفسي ليه؟ وحاطط الصابون ليه؟ انا كده منسجم. بقول لك ايه؟ ايه تعالى. هو الراجل ده من كوكب الارض؟ بص سيبك منه، ركز معايا بس. تأكد ان في حد شايفنا؟ ما اعرفش، ولو حد شايفنا عادي. طب خلاص انا عندي الحل. ثانيه واحده اهو كده، يبقى انت دخلت الشارع بتاعنا صح وهي اللي غلطت. يا ابن اللذينه، يبقى انت اللي بدلت اليافطه المره الاولانيه. لا ده اخويا التوم مش انا. اخوك التوم؟ افهم بس دلوقتي، انا حليت لك الموضوع اهو. انا هطلع اشوف مراتي عشان هتاكل الناس اللي فوق. سلام. اتفضل اطلع يا بيه. سلام. اتفضل. انا كنت عارف ان انا صح والله العظيم، عمري ما غلط ابدا. انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا يا بنت؟ انا في شارع الحكومه. يعني اتقابل صدفه بعد سنه ولسه برضه بتتنرفز؟ صدفه؟ احنا متقابلين في النادي. احنا متقابلين في حادثه. برضه عصبي؟ عصبي. بصي احنا مش متقابلين في حادثه وانا عصبي اصلا، يبقى كل واحد ياخد حقه بقى. تمام، كل واحد ياخد حقه. بتعمل مافيا؟ عامل فيها احمد الساعه؟ انا كنت بفهمها غلطها بالراحه بس. يا ده انت قد ما تلم نفسك يا ياض، بدل ما انزل ارقص معاك البايسبس. والنبي يا عم امن مين تقعد على جنب، عشان انا لو كحيت اخليك شفاف. يلا يا ابني اتكل على الله، مش عارفين ننام ساعه قيلوله واحنا الظهر ساعه قيلوله. ايوه مش عارفين ننام في بيوتنا. مش عارفين تناموا؟ انتوا عاملين زعماء الشارع ليه؟ يلا اتكل على الله. يلا مش هتكل على الله. يا جدعان هو انا كل يوم هجيب حد من اوضه نوم فاكهه؟ انتوا ما بتخافوش منها؟ يا ابني حرام عليك يا ابني، فاكهه الله يكون في عونك. انا مش عارف انت متجوز ولا ملبوس. وبعدين ما انا قلت لك يا علي ده مش بيتنا يا ابني، انت ما تسمعش الكلام يا علي. مش بيتنا ازاي يا علي؟ ده بيتنا اهو. لا يا عم بيتنا شباكه مدور. مدور ايه يا علي؟ احنا سنافر. يعني تخلي اللي يسوى واللي ما يسواش ده اللي هو ده يقعد يقول لنا امشوا. ده غير الواد ده بقى عايزين نربيه كمان. تعالى يا حاج انزل انت. حاضر حاضر هنربيك، عشان انت اهلك كانوا مشغولين. مشغولين بس اتربيت. انزل. ما كانوش فاضيين لربوك. حاضر ماشي انزل يا حاج. Theatre Roma. Theatre Roma.
عليك مش لاقي مكان جوه التوك توك. طب شوف ما بين هيجيلك العوامه. لا ابوس ايديكي سامحيني. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا كل ما اجيلك العوامه بحس ان انا دايخه. ايه؟ ونفسي غم عليا. ايه؟ وببقى عايزه ارجع. آه. لو حصل يا واد يا لول هسميه حسن اللول. انا لازم اقتل الجنين ده. يا ابني انا ما بحملش من بطني. تكونش بالبيض. طب امشي. امشي ايه؟ امشي انا قلت النيله. حرام عليكي بوصل التوك توك بتاعي. يا بخمر يا بخمر هات مهر التوك توك. ايوه ايوه عايز ايه؟ هات مهر التوك توك بسرعه. حاضر حاضر جاي اهو جاي جاي جاي. ايه 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 عايز مهر التوك توك؟ هو قال لك انا عشطان تاخدش بلحتين عشان يفطر على السني. هات يا رخم انت هات ميه. امشي. ايه اللي انت جايبه ده؟ صب لي هنا ده توك توك. بس شكرا. بس الف سلام. الف شكر. بسم الله الرحمن الرحيم بقى. يا حمدي. والله قلبي حاسس واقف لك. يلا يا حبيبي انت صغير تسوق بسكليت تسوق سكوتر. انت مالك بالتكاتك يا ولدي؟ لا حسبي الله. بقول لك ايه؟ اكتب على التوك توك ده من ورا حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ حاس حاس ايه شرق المتخلفين عقليا ده؟ على الواد ده لازم يتربى النهارده، يعني مش هنستنى لبكره الظهر مثلا. ادينا نزلنا له النهارده. ايه يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا عم علي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك يا ست سوسو؟ عامل ايه يا عم علي؟ تمام. ازيك يا عم علي؟ الحمد لله. لمؤاخذة يا ست سوسو افتكرناك الاير باك بتاعت العربية. اخباركوا ايه؟ اهو تمام قاعدين. وياه ايه الحلاوة اللي انت فيها؟ اكسجين عاملة شعرك اكسجين. هنعمل ايه بقى؟ المهنة اللي انا فيها والله العظيم قمر 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 قمر. ربنا يكرمك. اه والله. انت ما تعرفيش ان القمر سدس حجم الارض. لا قمر ايه بقى يا علي؟ دي المجموعة الشمسية كلها. هنا القاهرة. ينفع كده يا عم علي؟ اه ينفع طبعا ينفع. دي احلى حب في حياتنا يعني يا علي. فاكر يا فاكرة اللي هي الاغنية بتاعت الحب كله حبيته؟ ما هو لازم الحب كله، ما ينفعش حب شوية يعني. والله الست ام كلثوم غنت لك الاغنية دي مخصوص. ايه ده ست ام كلثوم بس؟ انت ما سمعتش الاغنيه اللي شيرين غنتها لي؟ لا اغنيه ايه؟ انا كتير. انا الف حاجه على بعضها في حاجه واحده. الست سوسو الرقاصه. احب المربى برطمانات. ايه ده حادثه؟ ما هو اليوم المنيل بقى بيبان من العصر. مالك بس متضايقه ليه يا ست سوسو؟ تصدق يا عم علي ما لمتش النهارده غير 30,000 جنيه نقطه بس. 30,000 جنيه نقطه؟ اه. لا ما ست سوسو يعني ربنا مبارك لها في شغلها، دي اكبر رقاصه في الجمهوريه العربيه المتحده. امال ايه؟ ده عارف صافي ناز؟ اه طبعا عارفها. دي الزلزال. جرى ايه يا استاذ؟ انت بتقر ولا ايه؟ ده انا في اليوم مش بقل عن 60-70,000 جنيه. لكن لولاكش بقى طلال بتاع الخليج ما جاش. مين طلال ده؟ ده الزبون، وبسببه النهارده البيوت بتاعتي مش هتاكل. بص عماله تبص لبيوت الناس اللي شغاله معاها يا اخي، بتراعي ربنا في شغلها يا اخي. ده الست سوسو دي قمر قمر. ربنا يخليك يا عم علي. آه. عموما بقى انا مش هشغلكم. ده السنه اللي فاتت بس لوحدها. ها آه؟ السنه اللي فاتت بس حجت 3 مرات. اه حجت 3 مرات في سنة واحدة؟ اه. دي بتعبد ايه دي؟ بص بقى انا مش هشغلك بمشاكلي بقى خلاص. ماشي انا هطلع. بقول لك ايه يا استاذ؟ عايزة ايه؟ ممكن تشيل الشنطة دي؟ يعني انت شايلة كل الشنط دي والحزينة دي مش قادرة تشيليها؟
اصلها اتقل شنطه. خلاص ماشي اشيلها، بس ماليش دعوه بدول. لا خلاص انا هشيلها، انا ما فياش كتاف انا. ماشي. انت ساكنه في الدور الكام؟ في الدور الثاني. هنطلع مع بعض؟ اه طبعا. قشطه يلا ماشي. هتاخده فوق وتشيله بقيه الشنط. بقول لك يا علي. ايه؟ احنا كده منظرنا بقى وحش قوي يا علي. ايوه ده خد الوليه وطلع واحنا واقفين كده. واحنا واقفين شكلنا مش حلو، احنا نروح نراقبهم عيب. ايوه لازم نراقبهم صحيح. بس نراقبهم بقى من اخر الشارع عشان هم ما يشوفوناش واحنا بنراقبهم. ايوه صح. ولا احنا نشوفهم واحنا بنراقبهم. اه والله انا بحب فيك دماغك البوليسيه دي. كنت في البوليس الحربي. اه والله معانا واسماعيل. اي خدمة يا سمارة؟ همشي هيصك في الشارع كله. استباحتك عسل يا. بص بقى عايزك تركز معايا عشان نعمل المصلحة دي ونفلق. يلا. خلاص؟ بص يا عم، في واحدة ست هنا عاملة حادثة بعربيتها، هقولها ان انت اجمد سمكري موجود هنا، تقول اي كلام عن العربيات، نضرب فلوس ونفلق من مكان. خلاص يا سمارة؟ اولا ما تقوليش يا سمارة دي عشان كلمة حريمة حبتين. اما انا اقول لك ايه؟ سمسم. ماشي. حاجه انا ماليش في السمكره نهائي. لا. لو قلت اي بقين سمكره هنتقفش. ما ينفعش، لازم تقول اي حاجه عشان نقفش المصلحه. يا ابني انا كوافير ماليش في الجو ده والله، صدقني لو قلت كلمتين هنتفضح. خلاص انا جات لي فكره، احنا نكلم خدمه العملاء بتاعه السيارات ونقول اكن عربيتنا هي اللي عملت حادثه، هنقول لهم اسئله، الاجوبه اللي هيقولوها نقولها للست تفتكرنا سمركريه، نقفش الفلوس ونفلق. يا ابن اللعين. ايه رايك؟ خد يا ها تكلمه وتقولي له يا رب سامحني، اغسلني، طهرني، نظفني من كل ذنوبي. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. خد رد. الو. هتعرف بيكي؟ سمسمه. سمسمه. لا سمسمة على طول مش سمسمة. كم سنة يا سمسمة؟ 45. ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز ولا؟ لا ايه ده ايه ده؟ ده الموضوع بيني وبين العربية، يعني لا مؤاخذة عاملة حادثة وأنا عايز أفهم بس منك أصلحها إزاي، بس أنا عايزك تركز معايا عشان أنا بحب العربية دي وبحبها حب جامد شوية يعني. جامد شوية إزاي؟ يعني مثلا بتقعدوا تعيطوا طول الليل أنتوا الاتنين مثلا ولا إيه؟ جامد إزاي يعني؟ ايه العسل ده؟ تستظرف؟ طيب العلاقة دي مستمرة لحد دلوقتي؟ اخواتك عايشين معاك في نفس البيت ولا؟ اخواتي ايه وبتاع؟ يا عم انا ايه العلاقة مستمرة؟ ابص انا بس عايز افهم منك الدخلة، اخش لها ازاي؟ دخلة جديدة دي برضو، بس في حد قبل كده دخل عليكي دخلات تانية؟ يا راجل اختشي عيب. يعني حصل شوية مناوشات لحد ما بقيتوا صحاب. على خفيف يعني، كانت بتلاعب لي نور وكده. او بعد كده انت ما خفتيش جدك يصحى مثلا ولا جدتك تصحى؟ مين معايا؟ هات يا عم، هات يا عم الراجل ده. خد يا عم كلم صاحبي عشان انا مش عارف اتعامل معاك والله. انا اظبطه لك. الو. يسعدني ويشرفني اتعرف بيكي. مش لازم. اي واحد في الشارع هيقابلك هيديك الكارت بتاع بخاف عليه كده. السلام عليكم. عليكم السلام. كارت بخاف عليك اهو. ربنا يخليك. خد بالك، عايز مننا حاجه؟ اقفل يا عم ده مجنون. اقفل يا عم سيبك. فهمت انت؟ انا بص اعتبرني ميكانيكي نمره واحد. خلاص اصلي كده؟ خلاص استنى ادالك الست. يا ست فاطمه. يا ست فاطمه. ايوه. يلا يا وليه تعالي. اهو انا جبت لك اللوسته سمسمه، اكبر سمكري موجود في الشارع ده كله. مساء الفل. مساء النور. هو ده السمكري اللي هيقيم التلفيات؟ ايوه هو. ممكن بعد اذنك تقول لي هي هتكلف كام؟ جدك كان فوق لما هو طلع؟ ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ بص يا ست هن، الموضوع هيتكلف حبتين بس عشان الخسائر كتير. يعني كام مثلا كده؟ يعني في حدود 45 ل 50 ألف جنيه. طب خلاص ميرسي قوي، انا هوديها التوكيل.
يا عم توكيل ايه؟ التوكيل هيلف ويجيبها لي تاني وهتحتاجيني صدقيني. يا عم بقول لك شكرا. يا بنت براحتك، ما تعرفيش انا مين ولا ايه؟ مين؟ تقول ايه انت مجنون هتضيع المصلحه؟ ايه العالم دي؟ ايه ده؟ هو الشارع ده مبرشم يا جدعان ولا ايه؟ يا نهار اسوح، ايه ده؟ ده كمية رقصات يلا، ده مجمع كونتينر رقصات. ايوه ما هي دي اللي عمرو دياب قال لها خلصت فيك كل الكلام. يلا ما كنتش اعرف، ايه ده؟ انت السمكري اللي هيصلح العربية؟ يا باشا انت صاحب العربية؟ صاحب العربية. اهلا بيك. اهلا بيك، بصيت عليها؟ يا باشا. ايه لقيت ايه؟ بص باختصار العربية بتاعتك دي عاملة حادثة. وجدك كان فوق لما هو طلع؟ يا سلام فاجئتني. انت عايز بالاخر يعني؟ هي العربية بس محتاجة شوية سمكرة. بس غالبا انت اللي هتحتاج بقى تدخل فرن. هتاخد دوكو وهنردك على البارد. هو في صنايع اشتغل وما كملش؟ طيب. في صنايع فعلا اشتغل وما كملش. بص يا بينا ما بشتغلش في الحاجات المعفنة دي بصراحة، انت عربيتك دي تعملها كابينيه وتقعد عليه انت واصحابك، ماشي؟ سلام عليكم. يلا يا نيلة بمصالحك النيلة. زوق والنبي ده. والله ما زهق. والنبي انا اسف معلش. الله يخرب بيت دور. عايز اطلع بتوك توك، عايز اطلع بتوك توك. ما هو كله بسبب. مش هسيبك بقى مرة. سيبني اطلع. ماشي ماشي. انت عارف التوك توك ده ناقصه ايه؟ ناقصه سواق والله. يلا يلا يا اخويا. عامله من الاردن انت صح؟ ولا كان انت عملت الحادثه، ولا كان الراجل قال لي اقلبها كابينيه، ولا اي حاجه. انت عايز ايه؟ انت اللي غلطان. انت اللي غلطانه. انت اللي غلطان ودخلت الشارع عكسي. فاطمه. ما تستهبليش. انا بمشي في كل شوارع مصر صح، انا عارف خرايط المرور كلها. ايه انا والشارع ده ما فيهوش كبير ولا ايه؟ تعالى علي. ايوه علي. بص اقنع انت الواد ده وانا اقنع انا البت دي. ايه ده اشمعنى انت تاخد البت وانا اخد الواد؟ ما احنا اخر حادثه انا اخدت البت وانت اخدت البت التانيه اما كان في عيلين بيتخانقوا مع بعض. انت ناسي ولا ايه؟ انا مش فاهم. مش ناسي. طب شوف الواد ده. والنبي والنبي يا عم حسام وابراهيم انت ريحونا. يلا وانت ما تسكتلوش يا بت، وانت فاكر ان انت لوحدك في الحته؟ احنا معاك يا بت. طب اعمل له ايه يعني؟ اشتميه يا حيوان. ما تلم نفسك يا متخلفه. قال لك ايه؟ قال لي يا متخلفه. سكتله اشتميه باسرته. يا قليل ادب. يلا مش عارف هاكلها والله العظيم اقسم بالله. يا عم تاكل مين يا عم؟ خلاص بقى يا جماعه، انتوا تعرفوا بعض من قبل كده ولا ايه؟ البت دي انا كنت خاطبها وفسخت خطوبتي بيها. بس ظهرت الحقيقه يا علي، يبقى الحكايه مش حكايه حادثه، حكايه ان انتوا كنتوا خاطبين بعض واختلفتوا على القايمه وابوك راح هو رفض، يبقى انت صالحها وخلصونا يا جماعه، عايزين نفتح الشارع حالنا واقف. ما هي اللي بتمشي مع رجاله. مشيتي مع رجاله؟ لا والله العظيم. خلاص ما تزعلش مني يا ايمن، انا اسف. لا مش زعلان خلاص. بس انت بتغير عليا قوي، حتى من مهند ابن عمتي. يا نهار ابيض، بتغير من مهند؟ حرام عليك والله، ده حتى اسمه جميل، مهند، يعني فاضل له سين ويبقى مهندس. انت عارف انت المفروض تغير من مين؟ من مين؟ انفخ بلالين. ما تخافش انا هسقف، بس كده هسقف جنبك كده شوف ايه اللي هيحصل لك. ولا يقدر يعمل لك حاجه. قول له حاجات من دي. قول قول بلالين قول. طب انت عارف المفروض تغير من مين؟ ما اعرفش. من مين؟ ادوش له بنزين. يلا بقى اهو ضحكناكوا، يلا وقلنا لكم حاجات كوميدي. والله العظيم ده انتوا زي العسل فعلا، انا ممكن ارجع لها تاني على فكره. ايوه كده. طيب يلا ونعمل لكم الفرح بتاعكم عندنا في الحته هنا، وتاخدوا عربياتكم بقى يلا عشان نشتغل. نعمل خطوبتنا هنا في الشارع؟ طب انا موافق والله. وانا كمان. وانا كمان. خلاص يلا يا جماعه، يا سوسو يا رقاصه. يا ست سوسو. يلا يا ست سوسو تعالي. تعالي يلا.
ايه يا عم علي؟ عايزين نعمل لهم فقر. بقول لك ايه اوعى بقول لك ايه قول لي يا عم علي. وانت مرتبطة؟ لا. يا خسارة. يلا يا جماعة عايزين نحتفل بالاتنين بتوع الحوادث دول ونعمل لهم الفرح بتاعهم في الحتة هنا. Thank you.